بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول حاجه بتاسف لجمهوري وبتاسف لامي ولاولادي وكل الناس اللي بيحبوني ان انا هتكلم في موضوع زي دوت. يعني موضوع محرج شويه بس معلش بقى. الموضوع يا جماعه بمنتهى البساطه ان طالعه رقاصه اسمها شمس بتقول ان انا خطفت بنت وعماله بتتبلى عليها بحاجه دي. شمس دي يا جماعه انا ما يعني لخص الموضوع كده يا جماعه، انا كنت لسه طالع جديد قابلتها في بار، كانت هي شغاله في بارات، حتى انتوا ما كنتوش تعرفوا مين اسمها رقاصه. انا اتاريها خط معمول عليا، شمس دي كانت عايزه تتعرف باي طريقه. المهم في البار دوت خدتني، مش عايز اقول لكم يعني قعدت معاها شويه كده وقالت لي ده جواز. ايه الجواز ده يا جماعه؟ زي ما بقول لكم كده، واحد قاعد جوزتكم نفسي جوزتكم نفسي خلاص كده ماشي. ابتدينا بقى يا جماعه زله، عارفين الواحد مذلول مذلول عشان خاطر بيتي مش عايزه تخرب، لان انا مراتي دي وقفت جنبي كتير جدا جدا، انا ادفع عمري كله ولا مش هسيبها. فطبعا عشان ما اسيبهاش هي بقى مسكت ايديا، اقول لمراتك جبت عربيه من معرض الكمال اسكندريه قسط، جبت فيلا يا جماعه في حدائق الاهرام بتاع الذهب اللي في الدقي، هجيبه موجود يا جماعه في القضيه، هيجي في القضيه طبعا. يعني عايز اقول لكم بس، هقول لكم بس هو جاب ذهب قد ايه، ذهب قد ايه فلوس بقى يا جماعه، مش عايز اقول لكم. امها كل شويه، امها دي يا جماعه حوت فلوس حوت فلوس. ما شفتش حد كده في الدنيا. لو هي بقى رقاصه محترمه تعمل يا جماعه؟ تاخدني تقول لي انا مش هكلمك تاني يلا ننفصل، بوسني من بقي، هتروح واخدانا يا جماعه جايبه واحد بيسني من بقي ومنزلها تاني يوم ليه كده؟ وانا هسيبك في حالك مش عارف ايه بتاع. طب ايه راضيني؟ واخده فيستين يا جماعه، ان شاء الله الورق ده في القضيه، فيستين سرقت فيزا يا جماعه، خرقت ب 100,000 جنيه ذهب من كارفور محل الماظ، والمره الثانيه اشتريت بيهم لبس. كنت ممكن احبسها ساعتها بس ما اقدرش، مذلول خايف على بيتي. وبعدين جواز ايه يا جماعه؟ انا يعني انا جواز، ان انا اعرف جواز، جواز دي وقت تبقى واحده بتروح تاكل عندها وبتتغدى عندها بتقول لك حبيبي بتاع. انا كنت يا جماعه والله العظيم ثلاثه، والله العظيم ثلاثه بشوف خير في حياتي، لو بكذب في الكلمه ديت بشوف خير في حياتي ولا في عيالي. كنت اروح الاقي الرجاله، الاقي الراجل مين ده؟ ايه صاحبي؟ ايه ده؟ اقول انا ما عامل ايه؟ ايه صاحبي؟ كده الحق شمس في الحته الفلانيه مع واحد. ايه صاحبي؟ انا عايز اخلص باي طريقه، يعني عايز اخلص منها باي طريقه، مش عارف، مش انا مش عارف. يعني تخيلوا انتم لما يكون واحد مذلول يروح يلاقي واحده، يروح يلاقي واحد في البيت، هي بتقول لك مراتي، مراتي منين يا ستي؟ مراتي تجيب واحد عندك في البيت عادي عادي نقول له؟ ده المفاجاه ايه بقى يا جماعه؟ انتوا فاكرين ان هي بتبقى لوحدها؟ عادي، امها عادي موجود قاعدين كلهم مفيش مشكله. فاتر الخطه كلها ان هي شغاله ببارات فعايزه تتشهر، اتشهرت وخدت فلوس، خدت فلوس ياما. عايزه ايه؟ الناس دلوقتي تقول طب انت يا ابني ليه عملت في نفسك كده؟ اقول لهم شيطان مش عارف ربنا مش مخلاني اشوف شغلي. كانت بصوا يا جماعه يعني بص يا جماعه بمنتهى انا شحاته بكف، بمنتهى وقت لسه عبيط ما اعرفش حاجه، والله العظيم ما كنت اعرف يعني ايه ديسكو. توديني الديسكو ايه ده؟ شرم، انا والله العظيم اول مره اروح شرم، دبي مش عارف ايه. وبعدين بقى كل خروجه بكام يا جماعه؟ 300. انا اشتغل عنب العنب وهي تاخد الفلوس توديني وانا منبهر. ايه ده؟ ايه ده يا جماعه الحاجات دي؟ كل الكلام ده يا جماعه عشان طمع والفلوس، وده جزيت عشان في الوقت مش عارف ربنا. انت مش عارف، انت عارف ربنا ما كنتش خدت واحده تروح تلاقي عندها الرجاله، ما تروحش كل شويه تجيبها من حته شكل، كنت انت لازم تعرف. بس لا كانت بتضحك عليا، ده الجديد ده 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 اتيكيت عادي، ده واحد بيفطر معايا عادي في البيت، انت ايه؟ فانا اقول ايه ده هو الاتيكيت ان حد ده؟ انا مراتي لو نزلت عند البواب تحت لازم، ما ينفعش اتكلم البواب، ما ينفعش. بتعمل ايه بقى يا جماعه؟ خلاص بقى اللي هو خلاص بقى الدنيا اتعرفت بقى وبتاع. ابتدت بقى مراتي عرفت، عرفت ازاي يا جماعه؟ اتصلت بقى لي تعالى عايزك في البيت، خد سلم على مراتي، سلم على سوري بتقول لي سلم على امي. ايوه ازيك يا حاجه؟ ببص لقيت مين يا جماعه؟ لقيت مراتي. ايه ده؟ يا نهار ازرق ليه كده؟ شفت بقى مش عارف ايه، كانت عايزه تخرب بيتي. المهم ربنا اكرمني الحمد لله واتاسفت لمراتي والناس كلها وجيت وخلاص تمام تمام. ابتدت بقى يا جماعه عندها بقى بوس وعندها بقى محترفه يا جماعه. انت لو متجوز واحده
ما ينفعش تصورك وتحط عين تعين حاجات دي، لان هي خطه عاملاها يا امها. ده كنز ساعة الصغير ده يشتغل العنب العنب ويجي يدينا الفلوس. طب عايزه مني ايه؟ عايزه مني ايه؟ خلاص يا جماعه، وقلت لها عشان خاطر ربنا عندي 70 فرن بياكل عيش، سيبيني في حالي بقى، حرام سيبيني في حالي، مش هسيبك في حالي. وعلى فكره هوريكم الافتراء في مكالمه دلوقتي هبعتها لكم صوتيا. انا مش انا والله العظيم ثلاثه، والله العظيم ثلاثه بالصدفه، انا مش زيها بسجل كده وبحط دي بالصدفه، وهي بتشتمني، وهي يعني يا جماعه عايز اقول لكم بتقول لي انت جاي تعمل كذا كذا كذا، عشان هتسمعوا المكالمه وتسمعوا الافتراء اللي شفتوها عامله مكياج وهي مش عارف تقول الحقوني. هم اللي الحقوكي. واخر ما تم يا جماعه، عايز تسيبني في حالي، هسيبك في حالي، اقف جنبي، انا خاطفه بنت. طب ما ترجعيها بنتي، حرام. ما البنت حاجه من الاثنين يا جماعه، رقاصه متبنيه بنت، انت متبنيها ليه؟ عايزاها ليه؟ عايزاها ليه؟ وانت بتخلفيش؟ انت بتخلفيش يا جماعه، عشان انا كانت متجوزه 3 مرات او 5 مرات، وكل شويه تنزل ببيات كتير، فمالهاش انها تخلف. الله اعلم، مش عارف، في حاجه غريبه يا بنت، هات البنت سلام. مفيش. المهم يا جماعه اللي بتفتري ديت تقول لك الحقوني بيهددني، ورحت الاستاذ عاصم قنديل محامي والنبي اقف جنب شمس، خد مني 100,000 جنيه. والاستاذ موجود طبعا، مش مقوله اقول اسم حد كده واتبلى عليه. استاذ عاصم مشكورا، خد 100,000 جنيه عشان يطلعها براءة. جت يوم الجلسه هربت. طب هربت ليه؟ يبقى في حاجه في البنت دي، حاجه من الاثنين، لا البنت دي عايزه تستغليها تقعدي انت بقى اما تكبر تشغليها رقاصه، لا اما البنت دي انت يعني سؤال بساله لك،